الجنود الأفارقة هم اللي بدأوا يستفزوا القرد ويقلدوا مشيته، فواحد منهم سلم البندقية بتاعته ليه، بس ما كانوش يتوقعوا ان الهزار مع القرد الذكي ده ممكن يكلفهم حياتهم، وفعلا هو ده اللي حصل. أخد البندقية بسرعة وبدأ يطلق النار عليهم ولا أجدعها كناص، وبنشوف فرحة القرد بانتصاره لما جريوا منه كلهم.